قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. قوله عليه الصلاة والسلام: على الحق، هذه فيها تبشير من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الطائفة المحتاجة إلى التأنيس في آخر الزمان، فإنه أتى بالحرف على، وعلى يدل على الاستعلاء، ففيه تبشير لهم وإشارة إلى أنهم سيفوقون ويعلون غيرهم بتمسكهم بالحق.